الناس زعلانة. ميشيل لازم ينطرد. فاول على سبج ولا مو فاول؟ في بلنتي على شراحيلي. وايد أمور. أنا على ميلان ما أتكلم بالتحكيم. تبون أتكلم بالهلال والاتحاد عشان تذبحوني؟ وبعدين في نقطة. في نقطة. الكلام على التحكيم بس بالحالات اللي يعني اضطرارية لازم أتكلم عنها. وفي لقطات اضطريت إني أرجع وأشوفها ألف مرة. والله في حالات وايد صعبة. فأنا أقول روحوا حق الخبير التحكيمي وايد أحسن. أنا راح أتكلم على نقاط وايد سريعة ومهمة ما لها علاقة بالتحكيم. في الدفاع شيء مو طبيعي. ولا بنزيمة ولا نيفيز ولا بروزوفيتش من أول شهر راح يعطيك الصورة الحقيقية اللي شفناها مع أنديتهم الأوروبية. حبة حبة. الشمس قاعد تخلي الشاشة مو واضحة. عموما بصلوح ترى الشباب كاتبين لي بعباس بنوقع مع مدافع ولاعب جناح والوعد الجولة الخامسة. عاد كيفك أنت؟ هزوم يا أفضل. راح أعيد الكلام اللي كتبته بالتغريدة على فرانكيسي. قوة هذا اللاعب مع الميلان في الجانب الدفاعي في تغطية المساحات هجومية كبيرة. الفريق مع تشافي أول ما يستلم الكرة كيسي يصعد لمناطق عالية في عمق الثلث الهجومي يستلم وظهر المرمى. هو ما عنده هذه الملكة الون تاتش أو صناعة اللعب من العمق. هو بالنهاية موروي كوستا يعني مثلا أو كاكا. دائما الأمثلة على ميلان ما أدري ليش. فبالتالي تستفيد من كيسي أدوار دفاعية في تغطية المساحات في التحولات الدفاعية. هذا أعلى شكل شفناه لكيسي في الموسم الأخير مع الميلان. والله ما أدري شنو أقول لك. يعني بقلبي دعيت لك بالخير. قلت عسى الله يوفقه ويستر عليه ويسعده ويرفع قدره. مشكور والله العظيم مشكور. مو لاقي كلمات طيبة أرد فيها على هالرسالة. الله يجزاك خير مشكور. حبيبي والله يا أبو حميد بس تكفون تكشخون فيني. ترى أنا مشاهد حالي حالكم. قسماً بالله المعلومات اللي أخذتها منكم أكثر من السوالف اللي أنا قلتها. ترى أنا في الدوريات الأوروبية أعجبكم. فصص لكم اللاعبين وتاريخهم وطلع لكم كل الأموات. بس بالدوري السعودي ترى أنا مو متابع. يعني هذا الموسم اللي راح أتابع معاكم بس. فتبون الكلام الصح روحوا خذوه من المختصين. عبدالله مو مختص. عبدالله قاعد يسولف معاكم سوالف سناب. لا هو تحليل فعلي ولا نقد رياضي صح. يعني نتشارك بعض الأفكار لا أكثر ولا أقل. هذه كانت مشكلتنا مع بيولي الموسم الماضي. فريقك مو قادر يلقى حل برحيل فرانكيسي. ثنائية إسماعيل بن ناصر وتونالي تترك مساحات كبيرة في التحولات الدفاعية. خسرت 5 من ساسولو و4 من لاتسيو و3 في ديربي الرياض. انزين غير مناطق ضغطك، غير مناطق افتكاكك، خل الفريق يلعب على التحولات الهجومية، ألعب على المرتدات. فريقك ما يملك إمكانية الاستحواذ وإنه يضغط بشكل عالي لأن أنت عندك لاعبين أو 3 برا منظومة الدفاع كلها. رافائيل ياو، جيرو، إبراهيم دياز. فكان لازم يتعلم من هالنقطة وما تعلم إلا بعد سلسلة خسائر إلى أن غير الخطة لثلاث مدافعين وبعدها رجع الأربعة 4-2-3-1 لكن بمناطق ضغط منخفضة اللي مش بروتين ممتاز في دوري الأبطال. أخ يا القهر. مختلف. الهلال راح يوقع مع متروفيتش في الغالب. راح يكون عنده هجوم أيضا قوي. لكن أنا بروح مع النصر على نقطة. تاليسكا بشكل عام يعني مو بس بالسعودية مدربين منتخبات يحبون هالنقطة إنه والله غالبية اللاعبين من نادي واحد. 7 لاعبين 8-9 على الأقل 6 مثلا. لأن فترة التحضير والإعداد في المنتخبات قصير. المعسكرات تكون جدا قصيرة. فأنا أحتاج أكبر عدد ممكن من اللاعبين يعرفون بعض في النادي منسجمين مع بعض أفكار لعبهم وأساليبهم واضحة. فترى هذه نقطة إيجابية مرات ما تكون سلبية. أنا أدري أن في بعض الجمهور لا نبي التنوع نبي بعض اللاعبين. بس مدربين المنتخبات دائما يشوفون الفريق المتصدر الأقوى اللي عنده لاعبين أكثر عددية متجانسين أخذهم كلهم أسهل في التدريب. يا ربع كلمة منظومة هو العمل الجماعي مع الكرة من دون كرة أو الدور المركب للاعب فرديا وجماعيا عشان توصل لأسلوب واضح وهوية فريق تقدر تمشي عليها موسم كامل يكون عندك استمرارية. فيصير في تناسق مع يعني ما بين أفكار المدرب وكيفية تطبيق اللاعبين لهذه الأفكار.
هذه لا يمكن انك تستنتجها او تعرفها قبل بداية الموسم وانت لحين ما شفت الفريق. تقدر تحط افضل لاعبين فريق واحد بس مو بالضروري يطلع لك فريق ممتاز، لازم يكون في تنوع على الاقل في خصائص اللاعبين. مع الموسم راح يبين هل هناك منظومة للأهلي قوية وصلبة ولا لا، بس المفروض إيه لأن اللاعبين الكواليتي موجودين.